السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم معايا اخواتي من جديد في قناه زينب المغير. اليوم ان شاء الله غادي نسافروا لايطاليا، غادي نحضروا واحد الفيني رائع جدا، واحد الفيني ايطالي تيجي لذيذ بزاف. تابعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه لهذا الفيني غنحتاجوا ليه على بركه الله عندنا نص كيلو ديال الدقيق اللي هي 500 غرام، يعني 5 كيسان ديال العنبه. عندنا جوج حبات ديال البيض، معلقه صغيره ديال الخل. غادي نحتاجوا هنا واحد الكاس وربع تقريبا، كاس وربع ديال العنبه ديال المخلط ما بين الماء والحليب. غادي نحط لكم تقريبا واحد 200 حتى 210 مليلتر. غادي نحتاجوا كيس من السكر فاني، عندنا معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، معلقه صغيره ديال الملحه، جوج معالق كبار ديال السكر سنيده، وعندنا واحد معلقه كبيره ديال الزبده. هادو هما المكونات. ندوز على بركه الله طريقه التحضير. هنا كمرحله اولى غادي ناخذ الحليب اللي عندنا مع الماء، غادي نضيفو ليه السكر سنيده، نضيفو الفاني. عندي كاس ديال العنبه ديال الدقيق، يعني ديك داك نص كيلو كنقصو منو كاس. ثم غادي نديرو نخلط هادو، نضيف الخميره. دابا غادي نضيفو الخميره اللي عندنا، نحركو مزيان. هنا كنخلطو مزيان هاد المكونات، وغادي نخليوها نغطيوها ونخليوها واحد نص ساعة حتى 20 دقيقة، ما بين 20 حتى نص ساعة. دابا كتعرفو شوية الحال سخن حتى كتفاعل لينا هاد الخميرة، وغادي نضيفو ليها باقي المكونات. هنا من بعد ما ارتاح الخليط مدة واحد 20 دقيقة تقريبا، غادي نضيفو ليه دابا البيض. نضفنا جوج حبات ديال البيض، غادي نضيف واحد المعلقة صغيرة ديال الخل، ثم شويه ديال الملحه، وغادي نحركوا هاد المكونات مزيان. نحركوا هاد المكونات مزيان، ثم غادي نضيفوا الدقيق. غادي نبداو باضافه الدقيق، انا غادي نخدم بيديا. بسم الله. هنا اللي ما بغاش يدير الزبده كيضيف للخليط واحد ربع كاس ديال الزيت. انا غادي نخلط، ولا جاب الله بان ليا الخليط شويه خفيف غادي نزيد شويه ديال الدقيق. غادي نزيد واحد الرشه ديال الدقيق. انا هنا العجينه هزات ليا تقريبا داك الخليط هز ليا واحد 600 غرام ديال الدقيق اللي هي 6 كيسان ديال العنبه. غادي ندير لها بحال هكا، وغادي ندلكها بواحد المعلقه ديال الزبده، قلنا معلقه تكون عامره بطبيعه الحال اللي ما بغاش يدير الزبده. اللي ما بغاش يدير الزبده كيف قلت في الاول تيدير الزيت، ربع كاس ديال الزيت. غادي ندلكها مزيان بها ونخليوها تخمر حتى كيتضاعف الحجم ديالها، ونطلقها ان شاء الله. هنا العجين ديالنا من بعد ما دلكتو مزيان بديك الزبده غادي نجيبو، غادي نديرو في واحد الاناء. هنا غادي نديرو العجين ديالنا في واحد الاناء من بعد ما دخلنا فيه الزبده، وغادي ندخلوه. انا غادي نخمرو في الثلاجه، نخليه واحد ساعه تقريبا يخمر في الثلاجه. اللي بغى يخمر غير على برا ممكن، انا غادي ندخلو الثلاجه احسن حتى كيخمر تضاعف الحجم ديالو، وغادي نتلاقاو ان شاء الله. من بعد ما خمرات لينا كيف كتلاحظوا معايا العجينه ديالنا تضاعف الحجم ديالها، ماشي تضاعف دبلو ولا تريبل، يعني ضروري خاص العجينه تخمر. غادي ناخذ شويه ديال الطحين البلاصه فاش غادي نخدم. بسم الله، العجينه كتلاحظوها خفيفه. غادي نحيدو من العجينه ديالنا هذاك الهواء، دائما باستعانه بشويه ديال الطحين. ثم غادي نقطعوها الكريات، غادي نشوفو الحجم ديالهم يكون تقريبا في ديك 80 غرام باش يجيونا شويه صغار. كيف قلت غادي نعبر بالميزان، نديرو كل كريه فيها تقريبا واحد 80 غرام. هنا من بعد ما عبرت هذوك الكريات غتشوفوا معايا، كناخذوا شويه ديال الطحين وتنلولبوا العجين ديالنا، ونزلهم في واحد البلاطو اللي كيكون مرشوش بالدقيق، ونخليوهم يرتاحوا واحد شويه تقريبا واحد 15 دقيقه، وغادي نتلاقاو ان شاء الله. هنا كما كتلاحظوا معايا خلينا الخبيزات ديالنا كيرتاحوا،
دابا غادي ندوزو على بركه الله نبداو نقليو فيهم. هنا بالنسبه للطريقه باش غادي نقلب، كناخذو واحد الزلافه كنديرو فيها شويه ديال الزيت هكا غير في صبيعتنا، وكناخذو الكره ديال العجين اللي عندنا وكنمشيو بحال هكا بحال غادي نديرو الشفنج، غير حنا ما تنقيسوش يعني ماشي كنثقبو ولا غير كنبقاو هذيك كنبقاو كنشكلو واحد الحفره الوسط بهذه الطريقه، كنمشيو هكا صافي غادي ننزلها بحال هكا في المقله. انتم غادي تتابعوا معايا الطريقه بالتفصيل. هنا كيف ما قلنا كناخذوا المقله ديالنا وتنبقاو نديروا هذه العمليه هكا. الزيت كتكون سخونه داك مني كنرميو فيها النار تكون متوسطه باش يطيب النعناع خاطره. هانتوما شوفوا معايا انا جيت واخا شويه جيت عوجه على حساب الكاميرا، لكن راه العمليه كنتمنى تكون واضحه. هذا واحد البيني اللي هو ايطالي، وصفه ايطاليه، كنتمنى ان شاء الله تجربوه، حقا كيجي المنظر ديالو زوين. نبدا نزلو عليه هكا الزيت غير بشويه، النار دائما منين نشوفو الزيت سخون تنقصو باش ما يجينا طيب يعني مزيان، يجينا مقرمش كيف بغيناه. صافي غادي نقلبو، هانتوما ملي تنقلبو تتشكل ديك الحفيره هكا الوسط. النار دائما نيله لان الزيت سخونه. هنا من بعد ما قلينا البيني ديالنا وخلينا برد مزيان، غادي نبودريو بشويه ديال السكر كلاصي وتنعمرو. اما عندكم الاختيار، اما كديروا واحد الكناج ديال الشكلاط او كتعمرو بالنوتيلا او الجبنه ديال هذا الكريمه ديال الدهن ديال الشكلاط. كيف ممكن تعوضوا ديروا لا كريم باتيسيير ولا كديروا المربى كيف غادي ندير انا اليوم. عندكم بزاف ديال الاقتراحات اللي ممكن ديروا بهم تعمروا بهم هاد لي بيني هادو. صافي دابا الوليدات قربوا يريحوا عطله، تيبغيو بحال هاد الحويجات هادو، نفرحوا بوليداتنا ونشجعوهم خصوصا في يعني في نهايه السنه الدراسيه، سواء نجح ولا ما نجحوش دائما نشجعوا وليداتنا. صافي هنا انا عندي جوج انواع ديال المربى، عندي هذا ديال المشمش وعندي ديال الفريز. كناخذو كنديرو شويه قياس واحد المعلقه صغيره هنايا الوسط ما نكثروش. انا غادي ندير شويه ديال المربى كيف قلت لكم ديال الفريز وشويه ديال المربى ديال المشمش. البيني ديالنا كما تبعتوا معايا من بعد ما زيناه بالمربى كنقدمو بصحة الراحة. كنعاود نقول لكم بلي ممكن تعمروه باي حاجه بغيتو، ممكن ديروا لي كاناج ديال الشوكولات او كريم باتيسير وتتقدموه بصحة والراحة، راه تيجي رائع جدا وتيجي كشيش ما شاربش الزيت. هانتوما كتشوفوا معايا كيجي رائع جدا هذا البيني هذا، ان شاء الله تبعوا هاد المقادير وهاد الطريقه هادي درنا ليه، وكيجي يعني حتى ساهل في الخدمه ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه ما فيها لا طابع لا والو، الحين تيوجد. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوه وتفرحوا به وليداتكم. ولا عندكم شي سؤال او شي صوره نحضروها ما ترضوش انكم تخليوها في التعليق اسفل الفيديو. الى حلقه مقبله بحول الله.